كافان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. العافية التوفيق للكل ولا للكل. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir, d'avoir toujours voulu accompagner la banque à la suite des réunions de son conseil. بالنسبة لنا في هذا الصباح بطبيعة الحال في هذه السنة هذه من بعد المحصول الزراعي اللي تعلن عليه من طرف السيد وزير الفلاحة على أنه 98 مليون قنطار، بالنسبة لنا النمو غادي يوصل 3.6% هو أحسن من التخمينات اللي كانت عندنا في مارس. وكذلك بما يخص القطاعات الغير الفلاحية غادي تدوز من 2.7% ل 3.2%، وهذا غادي يكون عنده واحد الاستنتاج بالنسبة لسوق الشغل، لأنه واحد يكون فيه واحد النوع ديال شوية ديال التحسن، إنه غادي ينزل من 3.7 لا من 10.7 ل 10.5%. ثم فيما يخص الميزان الأداءات غادي يوقع فيه واحد النوع ديال العجز ديالو، غادي يضعف شي شوية نتيجة الفاكتورة ديال النفط، لأن المتوسط الآن بالنسبة للتخمينات هو 67 دولار للباريل، ما بقاش قلنا في 60 دابا 67. وكذلك بالنسبة للمواد ديال الجيز، هادو جوج ديال النقاط اللي هي تتأثر سلبيا على النتيجة ديال العجز ديال الميزان الجاري. إذا ماشي ندوزو من 3.6% ل 4.2%، ولكن التخمينات ديالنا بالنسبة ل 2019 على أنه غادي يرجع ل 3.6%. هذا تنتجو منه ما هو الاحتياطي للعملة الصعبة. توقعات ديالنا على أنه هذا الاحتياطي غادي يوصل في آخر 2018، تيمثل 5 شهور و25 يوم ديال الوالدات، في 2019 تيمثل 5 شهور و15 يوم ديال الوالدات. بالنسبة للميزان ديال الدولة، الميزانية ديال الدولة ماشية في واحد التحسن حسب التخمينات ديالنا. العجز كان تيمثل 3.6% في 2017، غادي يوصل 3.4 في 2018، 3.2% أو 3% في 2019. بالنسبة للقطاع البنكي والقروض البنكية، مع غاية الأسف ما زالت باطئ في هذا في القروض البنكية. بالنسبة للمؤسسات الشركات اللي هي تتعمل في غير القطاع المالي، زيادة طفيفة ديال 2% حد مي. بالنسبة للمتوسط بالنسبة لنا غادي يوصل الأربعة، ما بين 4-4.5% بالنسبة ل 2018 و 2019. لكن كنا قدمنا إلى تبتو في السنة الأخرى المذكرة للحكومة ما بين الممثلين ديال البنوك والممثلين ديال السجوهيم، وحنا كبنك المغرب تنقترحوا فيها واحد العدد ديال الاقتراحات باش ندفعوا بهذه الوتيرة ديال القروض. الآن قررنا على أنه نعود نجتمعوا من بعد الصيف باش نعود نراجعوا داك المعطيات ونشوف واش يمكن نزيد يتحسن باش نمشيو في هاد الزيادة في هاد الوتيرة هادي، باش تساهم أحسن، باش تكون مساهمة أحسن بالنسبة للنمو الاقتصادي المغربي. ونتناقضوش تعمل الأورو والدولار على الصعيد الدولي، ثم داك تندخلوا عليها دولار، وعادة عادة إلى الدولار بطبيعة تطلع الأورو الدرهم تنزل فاس الدولار، ولكن تيكون تتقيم احسن القيمه ديالو تتحسن في الاورو، ولا كان الاورو هو اللي تطلع تنخفضوا امام الاورو وتتحسنوا امام الدولار. اذا ماشي القيمه راه انخفضت هكذاك، لا، هي تتطابق مع اشنو هو التسعير ديال الدولار والاورو على الصعيد ديال السوق العالمي، وتنطعموها احنا بداك 60-40% اللي تتمثل التمثيليه ديال العمله ديالنا الصعبه ما بين الاورو والدولار، وعليها تنتجو القيمه ديال الدرهم امام الاورو وامام الدولار.
ما يمكنش تقول لي جات القيمه ديال الدرهم نقص، اما امام الدولار شنو عمل واما امام الاورو شامل، وهاد القيمه تنخرجها كل نهار. شكرا تبارك الله عليكم. ايفيدامون كوميتي دو ديريكسيون مي لوي سي ان كوميتي كي بو لا جيستيون دو لا بون.